صباح الخير، يا صباح العسل، يا صباح المانجا، يا صباح التفاحة والبال المرتاح. عندها مزرعة وأملاك من ريحة باباها، وعيالها شقيانين معاها وبيزرعوا في الأرض كل اللي نفسك فيه. وحققت مشروع أحلامها بمبلغ رمزي لحد ما كبر واحدة واحدة، واشترت بدل البيت بيتين وجددت بيت العيلة عشان تلم عيالها حواليها. حكاية عائلة ماما سحورة ازاي اتشهرت، وازاي المتابعين بيحبوها كده واللي شبهوها بماما سناء، وازاي كل عيلتها بلوجرز ومشاهير. كواليس كتير هنعرفها مع بعض في الفيديو ده. بتنزل بنفسها تتابع شغل مزرعتها بنفسها، وجابت بيت مخصوص عشان مشروع أحلامها، واللي مرة تكسب فيه ومرة كل حاجة تروح منها، بس هي بتتقبل كل حاجة بنفس راضية. كلامنا هنا عن عائلة ماما سحورة، واللي قدرت في فترة بسيطة تتشهر على السوشيال ميديا وتحقق نجاح كبير وملايين المشاهدات، ووصل لغاية دلوقتي عدد المتابعين على يوتيوب أكتر من 500,000 متابع. ماما سحورة بقالها أكتر من 3 سنين على اليوتيوب، وفيديوهاتها عبارة عن فلوجات ليومها البسيط، وبتعلم متابعينها أكلات الزمن الجميل وبترجعهم لأجواء العيلة بتاعت زمان، وده سر حب المتابعين. ظهرت وهي منهارة في فيديو بسبب ورثها من باباها، واللي قعدت بنفسها كانت بتحصد فول الصويا من الأرض بتاعتها، وقد إيه حاجة مميزة بالنسبة لها وبتفكرها بباباها وكل الذكريات. طبخت فول الصويا زيه زي البسلة والفاصوليا، وفي متابعين كتير حذروها منه، وفي اللي قال لها إنه مش مفيد وغلط على صحة عيالها، بس هي صممت تعملها وقالت لهم إنه مفيد وبتاكله من أيام زمان. ماما سحورة ست بيت شاطرة عايشة على قديمه في كل حاجة وما عندهاش مستحيل، وتحسها عايشة أجواء ستي وستك، وكلامها بسيط وبتقدر توصل المعلومة بكل بساطة، وده غير إنها أول ما ظهرت كان مطبخ فلاحي وكان متر في متر، وبعد كده جددت الشقة لما الظهر بدأ يلعب معاها، وعملت مطبخها فرنجي وغيرته 180 درجة، وما بتظهرش إلا بالعباية والطرحة ومن غير ميك اب خالص، بتظهر على طبيعتها وبلهجتها اللي اتميزت بيها. ورغم إنها تعتبر الست والراجل في نفس الوقت، إلا إنها بتلم عيالها حواليها وبتسيطر عليهم، وما بيرفضوش ليها كلمة واحدة، وبيسمعوا كلامها لأنها شقيت وتعبت عليهم وربتهم. وصلت اللي هي فيه بعد تعب، والظهر لعب معاها بعد ما جابتها من تحت تحت الصفر، وعيالها حواليها وبيجيبوا لها كل اللي نفسها فيه، وهم اللي جددوا بيت العيلة بنفسهم علشان هي عايزة تقعد فيه، وعملوا لها أجواء كلها مودرن، ومفيش حاجة نفسها فيها إلا وبتكون حاضرة عندها، وجابوا لها فريزر هدية لأن كان نفسها فيه، وده غير إنها قدرت تعمل مشروع أحلامها برقم رمزي بس خسرت كل فلوسها فيه، وكان عبارة عن فراخ بلدي للبيع، وجابت لهم بيت مخصوص من الطين، وجابت تاني فراخ وبتربي بط ووز وكل الطيور علشان تبيعهم ويبقى مصدر رزق ليها ولولادها وكل اللي حواليها بيدعموا. وبسبب بساطتها وطريقتها التلقائية ناس كتير شبهوها بماما سناء، وده لأنها بتحافظ دايما على عيالها زيها وبتحبهم يكونوا جنبها ومعاها في كل خطوة، وكانوا بيتمنوا لها الرضا ترضى. والاختلاف الوحيد اللي بينهم في المحتوى هو ان ماما سناء محتواها كان عن الفلوجات وروتين اليوم والغاز والمقالب بينها وبين ابنها حمو ومراته ياسمين، لكن ماما سحورة فكرة المحتوى بتاعها قايم على اجواء ريفية من الدرجة الاولى، وبتحاول على قد ما تقدر تعيش المتابعين الاجواء البلدي اللي على اصولها اللي ناس كتير مفتقداها، ومتابعينها بيحبوا المحتوى بتاعها وجمهورها بيستنوها كل يوم وبيتعلموا منها كل جديد. وده غير ان بعد شهرة ماما سحورة بنتها واولادها الاثنين عملوا بيدجات واشتهروا وبقوا بلوجرز، علشان كده هي تحسها العيلة كلها بقت مشاهير. يا ترى انت او انتي من متابعي ماما سحورة ولا لا؟ وايه اكتر فيديو اتعلمتوه منها؟ وهل فعلا حسيت بشبه بينها وبين ماما سناء الله يرحمها ولا لا؟ شاركونا في التعليق.